النقطة الأساسية اللي هو بيتكلم فيها ورسالتي لكل جماهير نادي الزمالك، أنا لا هطلع أدغدغ مشاعر حد ولا هطلع أعمل استمالات لحد، أو هطلع أنا بتكلم وطول عمري وحضركم عهدي بحضراتكم كده من أول ما طلعت واتشرفت إن أنا أكون مذيع في قناة وفي بيتي وفي حلم حياتي إن أنا أكون فيها وموجود فيها، واشتغلت فيها كل التايتلات اشتغلتها في قناة نادي الزمالك من بداية ما كانت برنامج مجرد ساعتين، بنأجر ساعتين وبنشتغل فيه برنامج الزمالك وإعلام نادي الزمالك، وأنا بفضل الله والحمد لله وبثقة المستشار مرتضى وأنا عضو فعال وفي منظومة نادي الزمالك الإعلامية لحد ما أصبح الحلم حقيقة وتحقق قناة نادي الزمالك. فبطلع أقف مع حضراتكم هنا على الشاشة دي وبقول اللي في قلبي وبتكلم مع جميع نادي الزمالك باعتباري واحد منهم. الحاجة الوحيدة اللي هعلق بيها أو هتكلم بيها أرجوكوا أرجوكوا وأبوس دماغكوا ما تسمحوش لحد يعمل انقسام بينكوا انتوا جماهير نادي الزمالك. رئيس النادي امبارح مرارا وتكرارا جماهير نادي الزمالك على راسنا كلنا، ده تصريحاته هو، ما تسمحش لحد ان هو دخلونا في فيريرا قفلنا باب فيريرا، دخلنا في امام عاشور قفلنا امام عاشور، هنخش على الجماهير ونعمل فتنه بين الجماهير وننقسم وده يقول وده يرد. احنا كجماهير الزمالك العظيمه الوفيه اللي بتفهم، اللي الميزه الوحيده بنتكلم وكل الناس بتتكلم، الناس زملكاوي يبقى بتفهم كوره، ما تسمحش ان حد يعمل انقسام بينا، احنا كلنا واحد، احنا في مركب واحده، احنا منظومه واحده، كلنا بنكمل بعض من اصغر مشجع لاكبر راس وكبير العائله الزملكاويه وكبير الزملكاويه بحكم منصبه المستشار مرتضى منصور كرئيس للنادي اللي بيوفر لكل حاجه لجماهير نادي الزمالك. ولو الفيديو بتاع المستشار مرتضى في مباراة التتويج مباراة اتحاد السكندري في ختام الدوري مع حضراتكم يا ريت استاذ حازم لو نعرضه استاذ كارم عشان نقول هي دي العلاقة اللي بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بجماهيره. انا واحد من الناس كنت واقف جنبه، يمكن في اللقطات انا وزميلي الاستاذ مصطفى الجويلي، يا استاذ مرتضى حضرتك مجهد وتعبان، حضرتك خلاص قضيت المراسم، يلا نتحرك ونخرج عشان الزحمة. قال هشكر كل فرد من جماهير نادي الزمالك واحد واحد. يا استاذ مرتضى هتمشي هتلف الاستاد كله عشان تشكر الناس، حقهم عليا لانهم اصحاب الانجاز، شركاء معانا، شركاء مع فريرا، شركاء مع رئيس النادي، شركاء مع مجلس الاداره، شركاء مع اللعيبه الرجاله، شركاء مع امير مرتضى في هذا الانجاز، فكان واجب عليه وحتما ان هو راح شكرهم. اتمنى لو الفيديو مع حضراتكم تزعقوا لي وانا بتكلم، لانه قال لهم بالنص كده وكان معانا زميلنا طبعا المجتهد محمد ساهر، وفضل كاميرا نادي الزمالك ماشيه مع المستشار مرتضى لاكثر من 35 40 دقيقه على رجله، وهو كان كمان امبارح وضح الامر ده قد ايه هو كان مجهد قد ايه كان تعبان، لكن هو لازم يشكر الجمهور العظيم ده وده اللي اكد عليه امبارح. فاحنا مش هنسمح ان احنا ننقسم، جماهير نادي الزمالك فوق الكل وعلى دماغنا وعلى راسنا من فوق، واحنا جماهير واعيه ومثقفه وجماهير بتفهم في فنون الكوره وجماهير بتعرف تشجع صح، جماهير بتعرف تشجع صح، مش هنسمح ان يكون في اي انقسام، مش هنسمح ان يكون في اي فرقه، عشان ده دورنا كلنا، دور الاعلام الزملكاوي، زي ما اتكلم كابتن جمال، زي ما اتكلم كابتن مصطفى، زي ما اتكلم مستشار مرتضى منصور اللي هو بقى اكبر راس في نادي الزمالك، هو المسؤول عننا كلنا. الحفلات والرحلات كابتن جمال اللي حضرتك اتكلمت عليها بتتوفر لجماهير نادي الزمالك، وناس كتيره جدا وكبار جدا من قيادات الجماهير بيتواصلوا مع العبد لله، بنتواصل مع المستشار مرتضى، بيتواصلوا معاه هو شخصيا، بيتم توفير كل طلبات جماهير نادي الزمالك، لان العهد والميثاق اللي بين مستشار مرتضى منصور وبين جماهير نادي الزمالك احلام، وطلبات جماهير نادي الزمالك اوامر، ده مش كلام، دي افعال مش اقوال، وده اللي بيحصل وده اللي اتحقق على ارض الواقع. فرسالتي الوحيدة ان احنا كلنا كلنا خلف نادي الزمالك، وانا كتير جدا قلت لحضرتك حتى لو انت مختلف مع المستشار مرتضى منصور ما تدعمش المستشار مرتضى منصور، مالكش دعوة بمرتضى منصور، لكن انت بتقف خلف الكيان، وهو الراجل بيقول لك انت ليك خلاف معايا انا، خلاص ما يا عم ما تشجعنيش، لكن شجع الكيان بتاعك، وقف ورا الكيان، لان مش مع ما فيش عاقل في القضية اللي احنا بنناقشها، وان احنا كلنا وربنا يعلم بظروف كل واحد مننا بتبقى عاملة ازاي، لكن لما بيبقى نادي الزمالك محتاجنا كلنا بنبقى موجودين. انا امبارح او اول امبارح ما رحتش فرح بنت اخويا عشان قضيه نادي الزمالك اهم. النهارده انا ابني الصغير وحضراتكم تعلموا ده وكل المقربين يعلموا ان انا ابني مريض وانا سايبه مريض وجاي عشان خاطر نادي الزمالك، القضيه دي ما ينفعش السكت عليها. اللي المستشار مرتضى منصور بيعلنه ده حق نادي الزمالك وحق مشروع نادي الزمالك لازم يرجع له. عشان كده كلنا واحد غير ورا الكيان ورا نادي الزمالك، يريح دماغه ويكبر دماغه وخلاص وسيب، واسهل ما عليه واسهل ما على المستشار مرتضى مش هيدفع حاجه من جيبه لو يعني بعد ما اثبتنا كريم بالورق امبارح. كريم خليني اقول لك برضو مميزات هذا الرجل. نعم كابتن اتفضل.
ودي القيادة. نعم. اللي هي ايه؟ الإدارة. المواجهة. نعم. المواجهة في حقوق نادي الزمالك وصوت عالي قد كده، ليه صوت عالي قد كده امبارح؟ نعم، عشان حق. ليه حق؟ ليه حق. فهي دي القيادة اللي احنا بنتطلبها في كل المواقع اللي في البلد. لكن عايز اقول لك سيادة اللواء طبيب مجدي فؤاد بعت رسالة كابتن مصطفى، كابتن مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت راجل عادل ومحايد واهلاوي محترم، وقوفك المحايد والعادل مع الزمالك والمستشار مرتضى منصور فارس القلعة البيضاء يدل على شخصكم المحترم، ربنا يبارك فيكم ويمتعكم بالصحة والعافية. لواء طبيب مجدي فؤاد سيادة اللواء، يعني احنا عايزين الشكر بجد، يعني الناس المحترمة اللي بتحب بلدها قبل أهلي وزمالك. احنا أهلي وزمالك بنهزر وبنضحك، لكن الناس دي القيمة والقامات الكبار دول يا كريم، دول 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 اللي بيحبوا البلد، واهلاوي ولا زملكاوي دي ما تفرقش، لكن مصلحة البلد اللي احنا بنتكلم فيها، وهذا البرنامج أساسه الموضوع ده. فربنا يكرمنا ويوفقنا ونعمل لمصلحة البلد سيادة اللواء إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يعني. الحقيقة في رسائل كتير جاية لي كتير، هنبقى نتواصل لأن هي برضو من إحدى المميزات البرنامج. لا لا يعني هي برضو التفاعل مع الناس وكل أكيد يعني أكيد أكيد بشكرهم جدا يعني الناس مستنيانا طبعا، يعني ده حقهم علينا، وإن شاء الله على قد ما نقدر كابتن جمال وكابتن مصطفى يقدروا إن هم ينقلوا نبض حضراتكم للملايين اللي بيقعدوا يتابعوا. ما تنسوش بعد قليل هينضم لنا المستشار مرتضى منصور في جزء هو الأهم، وهنبدأ من حيث انتهينا، انتهينا عند أهم جزء في القضية هنبدأ بيه النهاردة، فالكل يركز من البداية وتسمع وتنصت وتشوف بالمستندات وبالأوراق الرسمية مشروعية حق نادي الزمالك في هذا الأمر. أنا بقول لحضراتكم أسهل ما على المستشار مرتضى منصور إنه يقول لك طيب سلام عليكم أنا مستقيل وهمشي، وقلت لحضراتكم قبل كده أقسم بالله المستشار مرتضى منصور عنده استقالتين، واحدة عند وزير الشباب والرياضة، واحدة عند وزير أهم من وزير الشباب والرياضة من البداية خالص، وكان واخد قراره لما كان بيطلع يقول أنا هستشير أسرتي في قرار العودة، أقسم بالله ما كان تهريج أو كان هزار، ده كان قرار متفق عليه من العيلة كلها، وبحكم قربي منه انا كنت عارف كواليس هذا القرار، وكان مستقر على كده وخلاص هيعيش حياته بعيدا عن الضغط اللي هو بيتعرض له ده، ويعيش حياته لاولاده ولاسرته ولاحفاده. لكن الراجل اثر على نفسه ان هو يقف جنب نادي الزمالك، ولو هو حس ان وجوده في نادي الزمالك هيضيف نادي الزمالك عشان كده رجع، والدوله المصريه بقيادتها بمؤسساتها بكل المسؤولين عنها كله عارف ان مصلحه نادي الزمالك مع هذا الرجل، لان الرجل ده امين على نادي الزمالك وامين على مقدرات نادي الزمالك واموال نادي الزمالك. ما سهل جدا بامبارح هو اثبت ان ممدوح عباس الاستاذ ممدوح عباس خد الفلوس دي مره واتنين، سهل عليه جدا يقول لهم خلاص ماشي، يطلع يجيب المدير المالي يديله يا ابني الفلوس، ايه المشكله؟ هيديله 50 مليون 60 مليون من اللي عند، اديله 50 60 مليون. لكن الراجل بيعامل ربنا ازاي؟ انا معايا تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات اللي عرضوا امبارح، اوعى تدي ممدوح عباس مليم، ممدوح عباس خد فلوسه. فهي دي الامانه، وهو ده اللي هو بيتكلم فيه، ان انا ادير واحد حاجه ازاي خدها قبل كده، دي امانه هو يتسال عليها قدام ربنا، وهو الراجل بيتعامل مع ربنا وخوفه كله من ربنا. عشان كده انا بناشد تاني بقول لحضراتكم ارجوكم ما تسمحوش لحد يعمل بينا فرقه، احنا كلنا على قلب راجل واحد خلف كيان نادي الزمالك وخلف مجلس الاداره وخلف الجهاز الفني فيريرا ولاعيبه نادي الزمالك وخلف مجلس الاداره، لان كلنا في الاخر شعارنا وكل دعمنا كله وكل مساندتنا وكل اللي مطلوب مننا رفعه نادي الزمالك.